مرحبا لجميع المتابعين. طبعا اعلمكم طريقة كيف تفك الرمز السري. هذا الموديل شايفينه، هذا الموديل كيف تفكه بكل سهولة اذا نسيت الرقم السري. تابعوا معي الخطوات خطوة بخطوة، لا تدشر ايات خطوة من اللي بشرحهن ولا ايات خطوة من اللي بشرحهن تدشرها، وتابع معي خطوة بخطوة وتابع الفيديو للاخر. ما حدا يجي يسألني، راح اجاوب على كل الاسئلة. طبعا عندنا هذا الموديل شايفينه، هذا الموديل بيجي هون في كبسة حمراء وهون مداخل اللي بتحط فيهن السحاب. طبعا في ناس ما بتعرف كيف هدول المداخل تحط فيهن السحاب. دائما بالشنط السفر بس بدك تشتريها من عند اي تاجر، دائما الارقام السرية 3 أصفار 0 0 0، الارقام السرية دائما خدها قاعدة. اذا ما اخذتها من عند التاجر وما عرفتش الرقم السري، دائما الرقم السري 0 0 0. هس كيف نغير الرقم السري؟ تغيير الرقم السري طريقته سهلة جدا جدا. اول اشي منجيب دبوس او منجيب ايات اشي لهذا الموديل شايفينه، دبوس او ايات اشي لهذا الموديل هيك، ومندخل هاي هيك بس تكون هاي داخلة جوا الشنط، هاي داخلة جوا الشنطة هيك بوضع اعادة تفعيل رقم سري جديد. يعني بس تشوف هاي داخلة جوا وبشكابلة تطلع الشنطة بتكون بإعادة تفعيل رقم سر جديد. طبعا كيف بنطلعها؟ نطلعها بنشد على الأخير. هسا من بس تكون هاي داخلة جوا بنحط الرقم اللي بدنا إياه. هسا مثلا حطينا هاي هيك، نحط هاي واحد، هاي مثلا هاي واحد أربعة، واحد أربعة، هاي واحد أربعة ستة، واحد أربعة ستة حطينا الرقم السري. شو بنعمل عشان نفعله؟ بنكبس على هاي، خلص هيك تفعل 1 4 6. هسا احنا هذا الرقم السري فعلناه 1 4 6، مثلا حطينا هاي على 0 0، هاي اجينا ردينا 0 0، هاي 3 أصفار ما بيفتح معنا شايفين، بس 1 1 4 6، 1 4 6. لا اجت 2 هون، مشكلة اني حامل الجوال بايد وبصور بايد. 1 4 6 هاي فتح معنا. هسا مثلا هذا الرقم ولا بنعرف عنه اشي، راح الرقم ولا بنعرف عنه اياته اشي، شو نساوي بهالحالة؟ بنيجي شايفين، هات اقرب لكم كمان، هات اعلي لكم الاضاءة اذا بزبط. نيجي شايفين، طلعوا عليت لكم الاضاءة هون شايفين، هون المدخل هون على العمود اللي حامل العجل، هيو هات شايفينه. من ضمن اللف في زي تجويف صغير، ركزوا معاي، زي تجويف صغير هاي من ضمن اللف. اللف 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 هيو شايفين هالنقطة، هاي طلعت نقطة شايفينها، هاي نقطة صغير شايفينها، هاي النقطة بنحطهن كلياتهن على نفس النقطة، هاي نقطة، ونيجي نضلنا نلف لهذا، هات نلف بهذا الأصبع، نلف هاي من ضمن اللف هيك، هاي طلعت عنا هون النقطة على 9، هون طلعت النقطة على 1. هسا نشوف هون نضلنا نلف هون، لا هيك من ضمن اللف تطلع عنا النقطة هاي. هيها طلعت عنا على 6. ايه هون كانها راحت النقطة، وين راحت هي؟ هاي هون وين احنا شفناها؟ هيها على 9. ايه انك تبلش من هون احسن عشان ما تغيرش. وهون وين شفناها النقطة؟ هيها على 1. شو بنعمل؟ بنيجي بنقول 9 او هاي 6، لان انا بالعكس قاعد 6، يعني هاي 5 6 7، 6 ناقص 1 6 ناقص 5 بطلع عنا 1، نحط على 1 هون، هاي 9 ناقص 5 4، بنحط على 4، 1 ناقص 5 بطلع عنا الرقم بالسالب. شو بنعمل؟ بس يطلع عنا الرقم بالسالب بنزيد 5، 1 زائد 5 بطلع عنا 6،
احنا حاطين 146 146 صدكم نسيت شو اللي حطيته 146 وهيك بنكون غيرنا الرقم السري وتعلمكم كيف طريقة تغييره. وعملوا لنا لايك ومتابعة على صفحة بيتر فلاي جنين وشكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. طريقة تغيير الرقم السري بكل سهولة وسهولة جدا. شكرا لكم.